عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. أول حاجة، التعاون في دوري أبطال آسيا، وألف ألف مبروك الفوز على الدحيل القطري 2-1. فعلا الدوري السعودي قوي بالأندية اللي تشارك. أنا عن نفسي أحب صراحة فريق التعاون، أنا أشوفه فريق أوروبي في أرض سعودية، لعب ممتاز. فريق التعاون فريق منافس وشريف، فريق بيلعب، فريق بيحافظ على مستواه، يعني مستوى ممتاز للتعاون، مع أنها كانت مباراة صعبة، وأيضا عندهم حارس جدا ممتاز. ألف مبروك لفريق التعاون. وعندي موضوع كمان أنا حابة أتكلم فيه، وشايفة لوك 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 كتير في المساحات في السوشيال ميديا بعد مباراتنا مع الفيحة، ولكن قبل ما أتكلم عنها أتمنى الكل يصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنبدأ في موضوعنا. طيب، رجعنا مرة تانية ليكم. الموضوع اللي أنا حابة أتكلم عنه بيخص الجميع. أنا شفت مقابلات تلفزيونية مع بعض الجماهير بعد المباراة، اللي يقول لي خلي حمد الله يمشي، واللي يقول لي ما نفع، واللي يقول لي ضيع فرص، واللي بيقول بيمثل، واللي يقول هذا مو مستوى حمد الله. طبعا في المقابلات التلفزيونية، في التحليل، في جميع وسائل التواصل اللي احنا بنعرفها. طيب، فريق الفيحة 11 لاعب مدافع، حكاية انه المدرب ما كان عنده حلول أو جت تغييراته في الدقائق الأخيرة في 75 أو 70، أو إشراك كورونادو متأخر، إشراك هارون كامارا متأخر، أيا كان. فريق دخل من غير مستوى جيد، في ناس يقولوا لا أجمل مباراة لعبها الاتحاد، كل واحد ورأيه، لكن إنك تحمل لاعب واحد أخطاء كل فريق غلط. أتمنى هذه الناس تفسخ تيشيرت الاتحاد وتنسى أن هي اتحادية، ويسيبوا الاتحاد في حالهم. أنت عندك 5 مباريات وفيها فرق غثيثة في الدفاع، الفرق الصغيرة، سوري ما هنقول الصغيرة، اللي نقول الوسطى مؤخرة الترتيب، بتلعب بسبعة أجانب، انت بتلعب 4 و5، بيدخلوا ب5 دفاع، انت بتدخل بدفاعين او 3. اللاعبين وصلوا لغاية مرمى الفيحة ولكن ما في اي نتيجة. فاحنا ما نلوم حمد الله ونقول هو الوحيد اللي ما كان في مستوى، الكل ما كان في مستوى، بس انا ما الوم حمد الله، ومو لازم ألوم المدرب وألوم الإدارة اللي ما عملت ولا سوت، وإدارة صغيرة وكل اللي سواه أنمار اتمحى في لحظة عشان مباراة الفيحة. مدرب رجع لك الفريق، بدل ما هو دفاع صار أقوى هجوم في الدوري، ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. أما أجلس أنحت في المباراة انتهت، أنا يمكن زعلت من زياد الصحفي، حكاية أنه جدد عقده ب7 مليون، 10 مليون، 8، 9، مو شغلي. أنا أطلب من اللاعب، بما أنك جددت مع الفريق قدر المبلغ اللي أنت أخذته. زياد ما كان في مستوى، وهدف الفيحة غلط الدفاع، لكن خلاص ممكن ما نسجم مع الحافظ، مع ان الحافظ انا شايف انه مستوى حلو ممتاز، الولد بيلعب ما بيقصر، جدا ممتاز، ممكن متهور سريع، ممكن ياخد كرت، ولكن بالنسبة لي افضل من زياد. ممكن ما في انسجام، ما في تفاهم في حكاية الدفاع مع الحافظ وزياد، زياد ما يمشي لما حجازي،
حجازي بإذن الله راجع. راح الكسر، راح ببلاش من غير مجهود يقدمه الفريق عشان ياخد الكاس. انت بتلعب مباراة كاس مو دوري، تقول خلاص ممكن يتحسن المستوى، المباراة الجاية ممكن تكون احسن، اجمع نقاط. لا، انت في كاس، يا تطلع خسران يا تطلع كسبان. ولكن خلاص، الفرق الصغيرة أو مؤخرة الترتيب الوسطى دائما تلعب مع الاتحاد ند بند، ولكن في ناس كثيرة وانت تفكر فيها، هل هذه الأندية مدعومة علشان تلعب قدام فريق الاتحاد بهذه القوة؟ أو علشان هي بتلعب قدام فريق قوي ومتصدر وأقوى هجوم في الدوري لازم يكون مستواها كده؟ ولكن انه احنا نقعد نهاجم ونغلط ونتكلم، خلاص المباراة راحت بخيرها وشرها، انتهينا. عندك 5 مباريات، الفريق محتاج دعم، عندك لسه مشكلة فهد، ممكن تخسر لاعب زي فهد المولد، الإدارة جددت مع زياد ما تبغى تخسر زياد الصحفي، المدرب محتاج لاعب زي زياد، الإدارة مضطرة إنها توقع مع اللاعب. لو جيت فكرت فيها، انضمام أحمد شرحيلي هل هيكون أساسي أو دكة؟ إحنا عندنا الدوري، حتى بطولة آسيا ما شارك فيها الاتحاد، ولكن لا أسف عليها خلاص راحت. كأس نصف نهائي الملك راح، نصف نهائي كأس الملك راح خلاص. عندنا الدوري، عندنا 5 مباريات مهمة مع فرق لكعة مزعجة في الدفاع، وأهم مباراة اللي هي مع الهلال، يعني الفريق محتاج دعم. لا تقعدوا تقولوا لي حمد الله وروما وكورونادو والبيشي، خلاص انتهت. دائما نقول فترة التوقف تؤثر على اللاعبين، ممكن السهر، العزايم، الاجتماعات، السفر، برضو شهر فضيل صيام، ليش تعثر الفريق؟ ولكن في أخطاء تتصلح وفي أخطاء ما تتصلح. عندنا الدوري، عندنا الدوري مهم، أتمنى من جماهير الاتحاد إنها تدعم الفريق وتبطل النحت. هو مو تيشيرت تفسخ وتمشي، اللاعب خلاص يمشي ما ينفع، لا، في عقود، في شروط جزاء، في مدة، هذه كلها نفكر فيها. لا تحبطوا اللاعب، لا تحسسوا انه مو مرغوب عشان بعدين ما نندم. ندعم كل فريق، فريقنا ممتاز، عناصر ممتازة، ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل، راحت المباراة. ليه جالسين تتكلموا لكلك عنها؟ انتهينا. أتمنى أنكم تدعموا الفريق، خلاص راحت مباراة الفيحة، عندنا دوري، محتاجين 11 نقطة في 5 مباريات مهمة. أتمنى هذا اللي أنا حبيت أوصله ليكم وأتكلم معاكم فيه، واللي حابب يشاركني يقدر يشارك، أهلا وسهلا بالكل. اللي ما اشترك في القناة يشترك، واللي اشترك أتمنى ينشر الرابط أو القناة، لأنه أنا بقدم أشياء عن الاتحاد وبتكلم عن الاتحاد، وكمان بأخذ رأيكم في مواضيع كتير. يعطيكم العافية وشكرا لكم. عندك المثال الثاني،
التفاوت في العقوبات الصادرة، رئيس نادي صرح أو مشرف كرة قدم صرح فصدرت بشأن عقوبة على هذا التصريح، جميل. رؤساء أندية آخرين كانت تصريحاتهم يعني أكثر حدة وما صدرت عليهم عقوبات. طب أنتم بهذه القرارات بثمين التساؤلات الأول ذكرت أسماء يعني أندية، يعني يمكن أسماء رؤساء يمكن الموضوع يكون شيء يعني عافيني عنا أستاذ تركي، ولا هي واضحة في وسط الرياض يعني. أنت تقصد مثلا تقصد حامد البلوي؟ نعم، ومثلا ومسلي رئيس نادي النصر وطلال آل الشيخ. بالضبط، كلنا شفنا هذه التصريحات. لماذا يحاسب شخص دونة عن الآخر؟ إحنا ما نقصد الأشخاص، يتكلم بصفة عامة على العموم. فهذه اثنين. ثلاثة أيضا اللوائح نفسها، يعني اليوم في لائحة لجنة الاحتراف المادة الثامنة بتنص على أنه خلال شهر يجب أن يصدر القرار، ده كلام جميل جدا. وفي نفس المادة ويحق للجنة تمديد هذا الشهر لمدة أو مدد أخرى. طب أصبح يعني هذه المادة لا قيمة لها وممكن تفضل سنة كاملة. أربعة وأخير لحظة تركي. شوي لحظة، المادة تقول خلال شهر، القرار لازم يصدر خلال شهر، خلال شهر، وإذا رأت أنها تمدد أكثر من شهر مدة أو مدد أخرى. طيب خلاص يقول ومطلقة، اللجنة تقرر متى ما خلصت البغت. سنة سنتين صح ولا لا؟ فهذه عندك أيضا الملاحظة الرابعة، روح القانون. أنت تعاقب جمهور في مباراة يعني كبيرة ومتابعة من العالم العربي كله على سجاجتين أو ثلاثة سجاجات، لا تجيني بالنص، في روح القانون. يعني لو كانت المسألة فعلا يعني عبوات وإساءة إحنا نرفض الشيء هذا، بس على عبوتين ثلاثة عبوات تحرم نادي وجمهور وتأثر حتى على الدوري. فهنا في حس القانون الرياضي، هنا ما يكون العضو الانضباط مثلا عضو اللجنة القضائية أيضا، يعني لابد حس القانون الرياضي، روح القانون. فهذه العوامل المجتمعة أدت أكيد إلى وجود انتقادات. وطبعا الحق يقال، في بعض القرارات بتكون صحيحة ومطابقة للنظام، إنما إحنا بنقيم بشكل عام.